ورد إلينا حالا هذا النبأ العاجل. خيرا. قررت إدارة النادي التقدم غدا باستئناف لاتحاد الكرة ضد العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بشأن لاعبي الزمالك الذين تجاوزوا في حق النادي الأهلي ورموزه وجماهيره عقب مباراة الفريقين بدوري الشباب اللي أقيمت بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر. جاء قرار إدارة النادي تعبيرا عن رفضها للعقوبات الصادرة التي لم تتصدى للانفلات السلوكي ولم تنصف القيم الأخلاقية ولم تكن راضعة ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي نادي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره، كما أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرا من بعض اللاعبين المدانين الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات. وإن كانت إدارة النادي تريد أن ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق وفي السلوك وتقديم النموذج السيء للشباب الذي لن يجني المجتمع من وراءه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير، كما تؤكد إدارة النادي في استئنافها المقدم غدا على رفضها القاطع لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة 16 من لائحة الانضباط والأخلاق التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغائها أو تعديلها طبقا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء النظر للاستئناف إلا بعد مرور 10 أيام وهي مدة الطعن المقررة قانونا لأطراف الشكوى. ده خبر لسه وصلنا دلوقتي حالا.